بس ممكن اتكلم معاك دقيقه؟ ايه ده؟ انت ازاي بره العمر؟ انت مش عارف ان انا منبه عليهم ولغي الحركه؟ عارف يا زباله يا رمه يا عره الرجاله، بس كنت عايزك في دقيقتين مش هعطلك. لا مش عايز اتكلم معاك، ارجع على العنبرة. ده هما دقيقتين يا راجل يا طيب يا ابن الجزمه، انت اخ فاضل حيوان يعني. انت قلت حيوان؟ ويا ابن الجزمه في الاول، وانا ما اقصدش اهانه، انت راجل اخ يعني فاضل وكريم، وجزمه قديمه واطي وعره وقذر. عره وقذر؟ اه، وراجل برضه مكتبك فوضوي ومهرجل يعني. ايه ايه ايه؟ انت قلت ايه؟ قلت حيوان وقذر. لا لا اللي بعديها. مكتبك فوضوي ومهرجل. انا مكتبي فوضوي ومهرجل؟ ايوه مكتبك فوضوي ومهرجل يا زباله الرجاله يا عره يا واطي يا ابن الجزمه. يا ابن الجزمه؟ تاني. لا عادي، بس مكتبي فوضوي ومهرجل؟ ايوه مكتبك فوضوي ومهرجل يا حلوف. انت ما تعرفنيش بقى. كده يا استاذ مكاري، ده انت اخ فاضل وحقير زباله ابن كلب. هقتلك يا بابا نويل.